بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا عظيم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي عظمك فعظمته ذاتا وصفاتا وأخلاقا، فصار أسوة للعالمين وإماما للمتقين وشفيعا للمذنبين ونبيا للأنبياء والمرسلين وشاهدا على العالمين، صلاة تنسبني بها إلى نبيك العظيم رسول رب العرش العظيم، فأكتسي من عظمته وأنال من أخلاقه وهمته قسطا يؤهلني بشفاعته ويحشرني بزمرته، وتسقيني بسببه من حوله بيده يا علي يا عظيم يا الله. اللهم يا غفورا للذنوب اغفر وارحم، يا غافر الذنب يا غفار للعباد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي غفرت به ولأجله الذنوب، وفرجت به الكروب، وسترت به العيوب، ورفعت به كل عذاب ومكروه، صلاة تغفر بها ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت الغفور الرحيم الحليم، متعلقا باسمك الغفور فلا أيأس من رحمتك، ومتخلقا به فأعفو وأغفر لمن أساء إليه، كما أمرت حبيبك أن يستمر على ما قول عليه من هذا الخلق، وقلت له فاصفح الصفح الجميل، متحققا به فلا أنتصر لنفسي، بل ترحم به القريب والبعيد والعدو والصديق. يا الله يا غفور يا رحيم يا حليم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. الحديث 50، حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندك زيادة وهو يعني؟ خلاص نراجعها في الصحيح، ممكن تكون ورد هذا الحديث في صحيح البخاري في عدة مواضع، في موضع بإثبات وهو، وفي موضع تاني أسقطه، فربما يكون بعض النسخ خدت المثبت فيه وهو، فتراجع بقى في كل ما وردت في نسخ صحيح البخاري، لأنه ممكن يرد في أكثر من موضع. التوفيقية دي يعني توفيقية غير موفقة. طيب، هو الكتاب عموما بهجة النفوس يحتاج إلى تحقيق دقيق ومطابقته على نسخ كثيرة، لأن كل النسخ للأسف اللي في السوق مليانة تحريفات، فهو الكتاب محتاج لسه دراسة وبحث، فلا بأس على أي حال إن شاء الله ربنا ييسر الوقت للمسلمين، بدل ما يشغلوا أنفسهم بالشقاق فيما بينهم، يقوموا على خدمة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هو كلمة الراعي تملي لما يتيجي في بال الناس هو الحاكم، وكأنه هو بريء يعني مش راعي، ودي مشكلة، كأن يعني هو مش مسؤول، يعني أي حاجة يرميها على إيه، شماعة الحاكم،
ليه بتعمل كده؟ ليه ما بتصليش؟ يقول لك اصلهم ظلمة، ما ادوناش فرصة نصلي، شغلونا في الارزاق فارونا. طب ليه بتكذب؟ يقول لك اصل هم كذابين، لو ما كذبتش عليهم مش هعرف اعيش. كل حاجه هم وهو بريء من كل شيء، ملك ما شاء الله يسير على الارض، هو شيطان رجيم. دي مشكله، ازمه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، على مستوى الانسان بينه وبين نفسه، وعلى مستوى الانسان في بيته، وعلى مستوى البيوت في العماره الواحده، وعلى مستوى اهل الحي، ثم على مستوى المدينه، ثم على مستوى القطر كله. وكيفما تكون يولى عليكم. هو لو ربنا يعني شايف اننا اولياء، يعني ما هيجيب لنا ولي من اولياء الله الصالحين يحكم. شايف اننا شياطين هيجيب لنا شيطان يحكم. شايف بين البنين مخلطين هيجيب لنا واحد مخلط زينا، عنده نواحي صلاح وعنده نواحي طلاح. هكذا يعني ربك سبحانه وتعالى عنده عدل وعنده رحمة وعنده شفقة. أصل لو جعل شوية ظالمين يولي عليهم ولي مش هيستحملوه، مش هيبقوا ماشيين على نغمة واحدة، هيغتلوه ويقعدوا في ميدان التحرير يعملوا يقول لك يسقط النظام، لأن مش مستحملين، ما يستحملوش حكم الأولياء الصالحين. عارف لو جالك سيدنا عمر دلوقتي بس متخفي باسم واحد جديد، مش يقول لك انا عمر بن الخطاب، ده هيقول لك مثلا انا عبد العزيز ابن عبد الحميد. لكن هو سيدنا عمر يعني في اخلاقه، يعني اول حاجه هيعملها هيعرف ايه؟ هيروح واخد كل اموال الاغنياء يحطها في خزانه الدوله ويعيد توزيعها مره اخرى. تصور انت بقى يروح واخدك من بيتك، ياخد العماره اللي انت بنيتها، يقول لك انت ليك شقه واحده عندي بس، كل بقيه العماره دي انا هبيعها واخد اموالها احطها في اموال المسلمين، اي رصيد في البنوك زائد عن حاجتك ياخده يحطه في بيت مال المسلمين، ثم يعيد توزيع المال مره اخرى على الناس عشان يخرج الفقير. هتستحمل بذمتك؟ هتستحمل ان يروح واخد منك الشقق بتاعتك؟ عندك شقه في اسكندريه وشقه في الساحل الشمالي، وعندك شقه في راس البر، وعندك عمارة في المقطم، وعندك شقة في مصر الجديدة. يجي سيدنا عمر يقول لك انت عندك كم أسرة؟ كم؟ خمس عيال. انت ليه خمس شقق عندي، كل عيل بشقة، خلاص كل الزيادة دي وديها لبيت مال المسلمين، ثواب لك في الاخر. انا مش هاخدها منك هلعب بيها قمار، انا هاخدها منك اديها للفقراء. طب بذمتك الناس تستحمل هذا الوضع على طريقة تفكيرهم الحالية؟ سيدنا عمر بن العزيز عمل كده على فكرة بني أمية، أول ما مسك الحكم سلبهم أموالهم كلها وحطها في بيت مال المسلمين وادهم مرتبات شهرية. قال لهم أنتم ما عنديش عندي إلا مرتب شهري يكفيكم، ما تسألوش الناس، أي حاجة زادت عن كده أنا هعيد توزيع. عشان كده في ثلاث سنين ما كانش عنده فقير، مش ده اللي حصل؟ فالناس غير مؤهلة أن يحكمها ولي، اعرف كده كويس، وغير مؤهلة ان يحكمها عادل، لانهم عايزين العدل من كل الناس الا هو على نفسه. ما دي المشكلة بقى، خيار وفقوس. يعني لو بينه وبين اخوه قضية عايز يتحكم لصالحه ولو هو ظالم، ولو ما حكمش لصالحه يبقى القضاء غير عادل، ولما يبقى مظلوم عايز ياخد مظلمته، يعني ظالم عايز يستمر في ظلمه ومظلوم عايز ياخد مظلمته. فما ينفعش الشهوة دي، شهوة النفس دي ما تنفعش. عشان كده الرسول خرجنا من الأزمة دي وقال لنا لا، ده كلكم راعي وكلكم مسؤول عن الراعي، كلكم رؤساء، كلكم ملوك. شوف وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. كل واحد مالك في مملكته، بس دائرة ملكك تتفاوت بتفاوت دائرة سؤالك عند الله. كلما اتسعت دائرة ملكك كلما اتسعت مسألتك عند الله، كلما ضاقت دائرة ملكك كلما ضاقت عند الله. وعلشان كده الإنسان اللي عارف أنه هيسأل على دائرة ملكه يخف من الولاية، يقول لك كفاية علي، وأنا يعني قادر أجاوب ربنا على بيتي وعيالي لما هيسألني على الحي وعن الدولة وعن الناس. يعني ده سيدنا عمر من شدة
حرصه وخوفه، يقول لو عثرت بغلة في العراق وهو قاعد في المدينة لسئلت عنها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. احنا ما حصلناش بغلة في عصر سيدنا عمر، احنا الطريق بتاعنا مليان نقر وحفر بتمشي فيه الناس مش البغال، وتقع تتكب على وشها واللي يتكسر واللي يتعور. يعني احنا ما حصلناش حتى بغلة ايام سيدنا عمر من حيث رعاية الحاكم لينا، لاننا برضو لم نراعي انفسنا بيننا وبين ربنا في الواجبات المطلوبة مننا. على قدر تقصيرنا في مراعاة الواجبات المطلوبة مننا، على قدر ما يجي لك حاكم يقصر في الواجبات المطلوبة منه. انت مقصر بنفس 60%، يجي لك حاكم يقصر معاك انت ب60%. طب انت مقصر 100%، نفس الحاكم يقصر معاك انت 100%. طب انت مقصر 20%، نفس الحاكم يقصر معاك انت 20%. يبقى الحاكم واحد، وربنا يخليه يقصر مع اللي مقصر 100%، خليه يقصر معاه 100%. شوف انت الناس اللي في العشوائيات، تركين الصلاة، يشربوا مخدرات، عندهم الزنا والحاجات دي منتشرة فيهم، يعني الموبقات منتشرة في العشوائيات، يعني مقصرين مع ربنا 100%. يقوم الحاكم يقصر في العشوائيات 100%. طب انت بقى عايز تصلح حال العشوائيات، روح غير الانسان في العشوائيات، علمه. عارف انت سيدنا المرسى ابو العباس راح اسكندرية، لما راح اسكندرية ده جاي من المغرب، الا عارف اسكندرية يعني الساحل، ده راجل عالم كان حقه يجي يقعد في القاهرة حيث الازهر والعلماء والاكابر، لانه مقامه كده مقام علماء. ده هو لما راح الاسكندرية ونزل على الساحل هناك في الميناء، لقى المنطقة بتاع الصيادين دي كلها شرب خمرة ولواط وزنا ومحدش يعرف صلاة. قعد معاهم ما رضاش يسيبهم، قال ده مكاني أربي العالم دي. ففضل قاعد في بحر في وسط الصيادين والخمرجية والحشاشين واللوطيين والزناة والمجرمين، قعد يدعي لهم ويحسن إليهم ويجمع منهم بعض المجموعة بسيطة فبسيطة فبسيطة، لحد ما اجتمعوا حوله كلهم وتابوا إلى الله وتحولوا إلى عشرات الأولياء بعد ما كانوا في حضيض الفجر، حولهم إلى أولياء. وعشان كده تلاقي بحري مليان مقامات أولياء، كل دول كانوا صيادين مجرمين ما عرفوش حاجة إلا يسطوا على بعض ويشربوا خمرة طول الليل، كان حالهم كده. فشوف الأولية لما يجوا حتة يغيروها، واخد بالك؟ هي دي هو ده فعل الأولية، أهل التربية. مش يقول لك أنا مالي، أنا أروح أنا أقعد جنب الأزهر هناك علماء كتير وأصلي في وسط العلماء، أنا مالي بقى خلي دول توك. لا، مش كده الأولية، مش كده. علشان كده كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، يعني العالم الصالح ربنا جعله مربي راعي، يدور على الناس اللي مش متربية عشان يقوم بوظيفته، وإلا ربنا يسلبه التربية اللي هو ادهاله، القدرة على تربية الناس. يوم ما يفقد قدرته على تربية الناس اللي هو ربنا ادهاله، يفقد حتى قدرته على تربية أولاده، يوم ربنا يأذيه جوه بيته، توصل أولاده يطلعوا فاسدين. فالإنسان يشوف ربنا أولاه إيه من النعم ويستعملها بالطريقة التي تليق. كلما اتسعت دائرة النعم كلما اتسعت دائرة المسؤولية. فالعالم مسؤوليته أكتر من الجاهل، والغني مسؤوليته أكتر من الفقير، والقوي مسؤوليته أكتر من الضعيف، والمعافى في بدني مسؤوليته أكتر من المريض، وهكذا. كل واحد على قدر ما ربنا أولاه، على قدر ما هيسأله، على قدر ما ادالك من كفاءات ومن مزايا، على قدر ما هيسألك. لتسألن يومئذ عن النعيم، عملت بإيه؟ فإذا استثمرت ما أعطاك بارك الله لك فيه وقيده لك، يعني لا يفلت منك، وتزداد إيمانا فوق إيمان. زي ما سيدنا مرسى بن العباس لما استثمر ما أعطاه الله
من قدرة على تربية الناس والحرص على مصلحة الناس، ربهم بالدعاء وربهم بالذكر وربهم بالقدوة الحسنة وربهم بالصدقات. كان يعطي وينفق. يجي له واحد فقير بتسكر ليه؟ يقول لك عشان ننسى الفقر اللي فيه. يقول له يا سيدي خلاص احنا هننفق على اولادك، تعال ما تسكرش. يقوم يريح. في واحد تاني يقول له انت بتزني ليه؟ يقول له انا لا اتجوز. يقول له تعال انا هزوجك. يروح وجد له حتة حجرة ويجيب له فيها شوية اساس بسيط ويزوجه. تبص تلاقي الناس حبته، اتلمت حواليه، تحولوا بعد ذلك الى صالحين. يبقى لابد كل انسان يستثمر ما اقامه الله فيه من نعم. ربنا ادانا الاسلام من غير ما نسأله عملنا ايه في الاسلام، هل عملنا بمقتضاه في انفسنا ثم بعد ذلك نشرناه في المحيط اللي حوالينا عشان ربنا يحفظ لنا الاسلام فينا؟ طب ربنا ادانا ايمان، عملنا بمقتضى الايمان ثم نشرناه عشان ربنا يحفظ لنا الايمان؟ ربنا احسن الينا، طب احنا احسننا لانفسنا واحسننا للناس ولا يضيع الاحسان؟ وعشان كده تلاقي في مسلم ما عملش بمقتضى الايمان فيعيش مسلم لانه عمل بمقتضى الاسلام بس ما عملش بمقتضى الايمان، فيبقى مسلم غير مؤمن. واحد تاني مسلم ومؤمن عمل بمقتضى الايمان لكن ما احسنش، فيفضل مسلم مؤمن ولم يرتقي الى مقام الاحسان. فعليك انك انت تراجع نفسك وحالك مع ربك وتراجع النعم اللي اديها لك. انت عملتها ازاي؟ انفقتها في ايه؟ استعملتها ازاي في بينك وبين نفسك وبينك وبين زوجتك وبينك وبين ابنائك ثم بينك وبين جيرانك القريبين ثم اقرانك في مهنتك واصحابك في مهنتك؟ انت بتعمل ايه؟ ثم اقربائك بتعمل ايه معاهم؟ كلما كنت مراعيا احكام الاسلام والايمان والاحسان مع هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في اسلامك فتزداد اسلام فوق اسلام، ويبارك لك في ايمانك فتزداد ايمان فوق ايمان، ويبارك لك في احسانك فتزداد احسان فوق احسان. وكلما قصرت كلما سلبت، لان شكر النعم يقيدها يربطها. طالما شكرت النعم، وايه هي شكر النعم؟ الا تعصى بنعمه، ادي شكر النعم. ربنا ادك نعمه ما تستعملهاش في معصيته وتعبده بيها. طالما ادك نعمه لم تعصاه بها وعبدته بها وانفقت بالزائد منها على الخلق، ان كان الزائد نصح فنصحت، ان كان الزائد مال فاعطيت مال، ان كان الزائد عافيه فعاونت الفقير، ان كان الزائد مناجاه فتكثر من دعائك للعصاه والمذنبين، ان كان الزائد عندك بعض علوم الدين فتعلم الناس علوم الدين، يقوم ربنا يبارك لك وتزداد علم فوق علم وغنى فوق غنى وعافيه فوق عافيه. لان الشكر قيد للنعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يسلبها. كفرت بالنعم، ربنا اداك نعمة البصر، قاعد طول النهار تبص على المحرمات، نعمة البصر، غيرك أعمى ما بيشوفش، نظره ضعيف بيمشي يحسس كده مش شايف، يوم ربنا ما يديك نعمة البصر تبص على المحارم والمحرمات وتبص لما لا يحل لك. ربنا ادك نعمة السمع، تقعد طول النهار تسمع موسيقى تبقى مصيبة، بدل موسيقى هتبقى مصيبة. يبقى انت كفرت بنعمة السمع. ربنا ادالك نعمة السمع دي عشان تسمع المسكين فتقضي حاجته، وتسمع كلام الله فتتعظ، وتسمع كلام النبي فتصل الى الله. ادالك نعمة السمع عشان كده، وتسمع ما يؤذيك فتتجنبه عشان تحمي نفسك. ما ادكش نعمة السمع دي علشان تسمع بيها ما لا يحل. ادك نعمة النطق، وكم واحد اخرس وكم واحد ما عرفش يتكلم. طيب انت نطقت استعملتها في ايه؟ قاعد طول النهار تغتاب الناس وتشتم الناس وتجرح الناس في اعراضها، ولا قاعد تذكر ربك وتنصح للناس؟ واذا سبك السفيه فلا تجبه خير من اجابته السكوت.
ولا لما يسبك واحد تسبه اتنين؟ ما ينفعش كده. فلازم تراعي كل نعمة اديها لك ربك انت بتستعملها ازاي. فلما تراعي هذا وتراقب نفسك في هذا كله بقيت انت راعي ومسؤول عن رعيتك. انت راعي على النعم اللي اديها لك ربك. مش انت افرض انت لا تملك زوجة ولا اولاد، يكفي انك انت تملك حواس، هذه الحواس انت ترعاها، فانت راعي حتى على حواسك ومسؤول عن رعيتك. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مش ربنا بيقول كده؟ لان دي نعم. وقال لا تسألن يومئذ عن النعيم. فلو فهمنا المعنى ده تقوم تعيش عارف. يبقى الحاكم ظالم ويبقى معاك انت عادل. سبحان الله، لا ينالك ظلمه لان انت بقيت عادل. عشان كده تلاقي الاولياء الصالحين المحترمين يعيش في وسط اظلم العلماء اظلم الحكام، ما يقدروش يقربوا لهم، يعيش في امان، ربنا بيكفيه. واخد بالك ازاي؟ ما يجعلش للظالمين على الاولياء سبيل ابدا، حتى لو حاولوا يؤذوهم ربنا يدي لهم ايه؟ علامه يخوفهم منهم، يجنبهم اصلهم. فيبقى انت لو عايز تتجنب ظلم الحاكم لك فتجنب ظلم نفسك لنفسك. يوم ربنا سبحانه وتعالى ما يوليش عليك ظالم ابدا. شفت قد ايه؟ فربنا لا يولي عليك ظالم الا اذا كنت ظالم. انظر للقرآن، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ايه؟ يكسبون. طالما انت ظالم حيولي عليك ظالم. عارف الحكم العادل وانت ظالم؟ ربنا سبحانه وتعالى هيجعله ما ينظرش في ايه؟ في مظلمتك، يشغله في اي حاجة لحد ما مظلمتك كده تبقى مهملة عنده، راميها في الدرج. ليه؟ لان انت اصلا ظالم متسوف، راجل مسوف في امور ايه؟ حياتك المختلفة، مسوف في توبتك، مسوف في ندمك، مسوف في اعطاء الحقوق للناس. يوم ما تيجي تطالب بحقوقك يحصل التسويف. يعني انت بتتعامل اللي بيعاملك ربك. خد بالك، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الحاكم ده اللي قائم على نفسه هو الله. فربنا بيعاملك من خلال نفس الحاكم على فكره، اللي بيعاملك ربنا. وعشان كده تقرا في التاريخ حكام كتير ظلمه كان يدخل عليهم الصالحين يقضوا لهم حاجتهم في الحال، صح ولا مهما كان ظالم. ليه؟ لانه التاني مصلح اموره مع ربه، يقوم يخلي الحاكم يصلح له اموره في الحال، ما يعرفش يرفضها. فهمت؟ لكن التاني الحاكم يضرب ده ويعمل ده لان ده اصلا ظالم نفسه، لسه ضارب مراته، لسه ضارب عياله، لسه ضارب جاره. يقوم يروح قسم الشرطه يلاقي الراجل العسكري اللي هناك بيديله على وشه بالقلم من قبل ما يسأله. ليه؟ لأنه هو بيعمل كده على فكرة، ده هو كان عامل كده. فزي ما بتعمل يتعمل فيك. سبحان الله. ونماذج كتيرة، ده نحكي لك. أنا أعرف أولياء صريحين كتير، الحمد لله ربنا كرمني من صغري وأنا أعرف الأولياء، يعني أقع فيهم كده أحياء وأموات، أخبط فيهم ويخبطوا فيي. كنت أشوفهم في عز عصور الظلم الحكام ما يقدروش يقربوا لهم، في عز عصور الفقر الناس تقف طوابير على حتى صابون عشان يشطفوا نفسهم بيه علشان ازازه زيت، وتروح هناك تلاقيه صايم ومبسوط، بيته ما فيهوش زيت ولا في حاجه، لكن ما بقفش طوابير، ربنا مشبعه اخر جمال. تقول له عايز حاجه؟ يقول لك الحمد لله، والله ما في احلى من اللقمه الحاف، عنده أحلى من لقمة أم كباب عندك أنت. يبقى ربنا مكفيه، مش مكفيه بزينة الدنيا، لا ده مكفيه بفضله هو. فتلاقيهم ما كانوش محتاجين حاجة، عايشين أنت شايف أنهم محتاجين كل حاجة، ولو سألته يقول لك أنا مش محتاج حاجة، لأن غناء بالله مش غناء بالعرض. فمن كان غناء بالله خلاص ما يفقروش حد، والله لو اجتمعت جميع الدنيا تاخد كل الأموال اللي عنده ولا يشعر بالفقر لحظة. فهمت بقى المسألة؟ فأنت راعي على نعم الله عليك،
خلاصة الحديث ده كده، انت من نعم الله عليك ان يرزقك زوجة، مش كويس؟ فبترعى الزوجة دي ولا لا؟ ولا بتكفر هذه النعمة؟ من نعم الله عليك ان ما يرزقك زوجة يرزقك منها ذرية، لان لو واحد تزوج وما انجبش بيبقى زعلان قوي. يعني انا اعرف واحد ما انجبش بقاله 20 سنة، بيقول لي تعرف يا دكتور انا لو تتقلع عين من عيني ومراتي تحمل انا موافق. شوف قد ايه انت ربنا من غير ما تتقلع ولا عيني ولا بتاع، اتجوزت بعد كام شهر مراتك بقت حامل وجابت العيال، يعني الحمد لله احمد ربك، نعمة تقوم بشكر هذه النعمة، ترعى هذا الطفل ما تضيعوش، وترعى هذه الام اللي ربنا جعلها محل لظهور النعمة عليك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهكذا بقى في كل حاجة. فهي ده خلاصة الحديث، انك انت تعرف انك انت الحاكم وانت الحكومة. انت عايز تغير النظام؟ غير النظام مع نفسك. يقوم ربنا غير لك النظام تبقى الدولة ديكتاتورية ومعاك انت عادل. سبحان الله، لا ينوبك بفضل الله. انا مثلا شغال في وزارة الصحة من يوم ما اتخرجت من سنة 79، وأنا أصلا دكتور في وزارة الصحة، وبئس المصير في مصر، واخد بالك إزاي؟ وزارة الصحة دي مليانة فساد إداري، ويبقى الدكتور محتاج ياخد حقه العادي، لابد أن يدفع رشاوي عشان ياخد حقه العادي، واخد بالك؟ إنه هو مثلا يسجل ماجستير، يعمل مش عارف إيه، ياخد أجازة علشان يخش الامتحان، كل حاجة لازم تبص لها يوزع. بفضل الله ربنا يعلم، انا هو من سنة 8 وصبت الحلوة لم ادفع رشوة قط، ولم يضح حقي ابدا في الوزارة، والله ما قدمت حاجة الا اتمضت من غير ما يعرفوني، ولا ليا معرفة ولا يحزنوا، وفي نفس الوقت ما عمر ما موظف اتمحك معايا عشان اديله حاجة، ده هو مجرد يجي له الطلب كده. عارف ليه؟ لان انا عمري ما خدت فلوس من مريض مجاني ابدا. من يوم ما ربنا خلقني واشتغلت في الوزارة المريض المجاني ده ادي له فلوس، لكن عمري ما فكر ان انا اعامله وحش عشان يجي لي العيادة ويدفع لي كشف، او ان انا مثلا ااجل له العملية علشان يلاقي نفسه متأجل يقوم يقابلني بره ويقولني عليها واعمله جوه المستشفى. في دكاتره بتعمل كده، فالدكاتره اللي بتعمل كده يوم ما يجي يقدم طلب في وزاره الصحه يجي له واحد يلعب عليه عشان يدفع له، لانه هو عامل كده مع التانيين، بيلعب على المرضى عشان ياخد منهم، فزي ما بيلعب على المرضى عشان ياخد منهم يتلعب عليه علشان ياخد حقه، والله ده اللي حاصل. وعلشان كده سبحان الله، زي ما بتتعامل مع الناس ربك يعاملك. يعني دي حاجة أنا عايشها مع نفسي، وكل موظفين اللي تعاملت معاهم يحبوني جدا، مع أني عمري جبت لهم هدايا ولا حتى سبح، كل الحكاية سلام عليكم وسلم عليهم مش عارف إيه بتاع، يجي لي المستشفى يبعت لي واحد قريب وغلبان أدخله أعمل له عمليته، أعمله كويس لحد ما يخف وما تمحكش ولا أطلب منه أي مقابل. فخلاص بقى تبص تلاقي ربك يعاملك بنفس الطريقة، هي كده يدي لك حاجتك من غير ما حد يتمحك معاك. لدرجة مرة قدمت طلب كان صعب شوي، كنت انا متسجل جراح التجميل وحروق، اول ما تعينت تحت هذا المسمى، قعدت 3 سنين وانا عامل ماجستير جراحة عامة، وكانت الماجستير بتاعي جراحة اوعية دموية، فانا مسماي حاجة وشغلي حاجة تانية، فاردت ان انا اغير المسمى عشان ابقى انا شغلي تبع مسماي بس، عملية صعبة دي. فجيت أقدم طلب يقول لي لا بس أنت المسمى بتاعك كده، يبقى أنت لازم بعد ما قضيت 4 سنين بشتغل نائب وتعينت وخلاص وترقيت، يوم أحدهم يقول لي إيه؟ يقول لي على فكرة الطلب بتاعك ده وكيل وزارة مش هتعرف تنفذه إلا لو أعدت تدريبك مرة أخرى بمسمى اللي أنت عايز تنقله. طب ما انا اصلا متدرب الحكايه دي، يعني هرجع تاني 3 سنين اتاخر؟
اعيد اللي انا عملته، اعيد نيابتي. فما اهتمتش بالراجل ده، ورحت واخد الطلب وماشي، واخد بالك، وروحت البتاع التستخير 6 شهور استخير، ورحت مقدم الطلب مرة تانية بعد 6 شهور. كان ساعتها وزير الصحة اسمه ممدوح جبر، وانا اسمي يسري رشدي السيد جبر. والله ده اللي حصل. فرحت مقدمها لوكيل الوزارة، نفس وكيل الوزارة اللي من 6 شهور قال لي الكلام ده، هو قاعد على مكتبه جاله الطلب، فأرى ناسي قال لي ايه من 6 شهور، فأرى الطلب يسري رشدي السيد جبر، دخلوه، فراحوا بعتوا لي دخلت. قال لي تقرب ايه بقى للدكتور ممدوح جبر؟ قلت له الحقيقة بقى تشابه اسماء. قال لي يا اخي قول قريب يا اخي، خلينا امضي لك وامشي لك موضوعك يا اخي. قلت له والله لو كان هيمشي بجد انا مش عايزه يمشي، والله كده ده اللي حصل. قام قال لي تعرف بقى انا همشيه لك علشان انت جدع. وراح مضى. والله كده ده اللي حصل، لما ربك يقصد حاجه تمشي، بس بالصبر ما تتعجلش. انا صبرت 6 شهور قعدت استخير وشغال برضو في المسمى الغلط، لكن ايه حياتي ماشيه عاديه، مسجل دكتوراه وشغال، مش معطل نفس، مش قاعد حاطط ايدي على خدي، مسجل الدكتوراه وشغال في الدكتوراه بتاعتي، وبروح وبحضر المستشفى، بشتغل دي وبشتغل دي وبشتغل، كله شغال. لكن المشكله ان انا عايز اغير العنوان بس، فما اقعدش انا جنب المشكله، لما يجي الاوان تلاقي تخلص. وهكذا طول عمرنا الحمد لله، لاننا ليه ما حدش يجي تحت ايدنا نتحكم فيه ولا نتمحك عشان ناخد منه، يقوم بعد كده اما تروح انت للموظف يتمحك عشان ياخد منك، كما تدين وتدان. هي الدنيا كده والله، والله التجربة ادتنا كده. زي ما بتتعامل مع الناس ربك ايه يتعامل معاك، تتعامل مع الناس بالمسامحة تلاقي امورك تمشي بالمسامحة، تتعامل مع الناس على الوحدة تلاقي امورك ماشية بالوحدة، تتعامل مع الناس بالظلم تلاقيك طول عمرك عايش مظلوم ومقهور ويدوقك قهر الرجال. فهمت بقى المسألة؟ وهكذا الأمور، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بكرة بقى نقرأ كلام الشيخ، بس إيه يعني أنا قلت بس ما عرفش إيه اللي خلاني أفتح الموضوع ده معاكم، لكن أقول اللي حاصل. أيوة تفضل. الثقة إيه؟ والله احنا مذهبنا اننا نكرهها، مذهبنا وطريقتنا اننا نكره ذلك. في بعض العلماء اجازوا استعمال الدف فقط وليس الالات الوترية اذا كانت تعين على الوجد والذكر، ولكن هذا ليس مذهبنا، ولكن في بعض العلماء اجازوا، ولذلك نحن لا نعترض عليهم ولا نجلس معهم. فان جلسنا معهم قدرا يعني لا نسعى لمجلسهم، لكن افرض قدرا كده اقعد معهم ما جراش حاجه وخلاص. فاحنا مذهبنا الخروج من الخلاف، مذهبنا ايه؟ الخروج من الخلاف مستحب، كل ما تبرئ نفسك. يمكن هم عندهم ما يسوغ لهم، واخد بالك. الامام السيوطي له رساله يعني استنبط منها جواز، مش استحباب، جواز استخدام المعازف ان كانت تعين على الذكر في بعض الطرق، يعني مش لكل الناس كمان، في بعض الطرق. فلكن انت طالما ربنا خلقك انسان متزن مش محتاج الحكايه دي بقى، فابعد علشان ايه ما لا تكون فتنه للذين امنوا، واخد بالك. اذا كنا احنا بنقول ربنا تجعلنا فتنه للذين كفروا، وانت عايز تبقى فتنه للذين امنوا تبقى اسوا. فهمتني بقى المساله؟ فربنا ينجينا يا سيدي. اللهم يا شكور بتوالي نعمك وإفضالك على عبادك من محض الفضل والإحسان، فإن شكروا وأطاعوا أثبتهم على ذلك بزيادة النعم في الدنيا والثواب في الآخرة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإنك أنت الشاكر العليم الغفور الشكور. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله إمام الشاكرين من عبادك، الذي أقام الليل حتى تورمت قدماه فسئل عن ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يجل النعمة وإن دقت ويشكر على القليل والكثير، ومع ذلك شعر بالعجز فقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
فكان إدراك العجز عن الشكر هو عندك حق الشكر. صلي يا ربي علي صلاة تورثني هذا الخلق الكريم، فأشكرك ولا أكفرك، ولا أعصاك بنعمك بل أصرفها في طاعتك، وأن أشكر كل من أجريت نعمك إلي على يده من خلقك، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأن أتحقق بذلك فأشكرك بك لا بنفسي. فكيف يشكر العاجز القوي، أو كيف يشكر الفقير الغني، أم كيف يشكر الذليل العزيز؟ فلا سبيل إلا أن يشكرك بك لا بنفسي، فأكون من القليل الذي قلت عنهم مثنيا عليهم، وقليل من عبادي الشكور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.